السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر او اكتشف كي جي 1 الترم الاول، وده الجزء الثاني من شابتر 1 او الفصل الاول. وكل سنة وانتم طيبين. احنا بدأنا الدرس اللي فات شرح منهج الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول، جيومتريك سيلف بورتريت. جيومتريك سيلف بورتريت او صورتي الشخصية، الصورة الشخصية. وطبعا ده في المحور الاول، who am I يعني من اكون. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 6 او صفحة رقم 6. النهاردة هنبدأ نشرح page number 7 او صفحة رقم 7، وعنوانها I see shapes. I see يعني انا ارى، I يعني انا، سي يعني أرى يعني أشو أنا شايف، shapes يعني الأشكال الهندسية. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت يا أصحابي، في حاجة اسمها shapes أو الأشكال الهندسية. والshapes أو الأشكال الهندسية زي مثلا الدائرة اللي هي السيركل. وكمان حد يقدر يقول لي a triangle يعني ايه triangle؟ يعني مثلث، يعني مثلث. وزي ايه كمان الشيبس يا اصحابي؟ حد يقدر يقول لي ريكتانجل المستطيل. الريكتانجل او المستطيل، شاطرين. وفي كمان حاجة اسمها الايه، سكوير او مربع. السكوير او المربع. يبقى عندنا اربع اشكال هندسية اساسية، اللي هما السيركل او الدائرة، والسكوير او المربع، والتراينجل التراينجل او المثلث، والريكتانجل الريكتانجل او المستطيل. وهنا بيكلمنا عن الشيبس دي او الاشكال الهندسية دي، وبيقول لنا I see shapes او انا ارى اشكال هندسية. والدايركشنز بتاعت البيج دي او التعليمات بتاعت البيج دي بتقول ايه يا اصحابي؟ بيقول لنا هنا color يعني لون. all the circles، all the circles كل الدوائر، blue باللون الازرق. يبقى احنا هنلون كل الدوائر in blue او باللون الازرق. وبيقول لنا كمان color يعني لون. all the squares كل المربعات، yellow باللون الاصفر. وبيقول لنا كمان color يعني لون. all the rectangles يعني كل المستطيلات، green يعني باللون الاخضر. واخر حاجة بيقول لنا color يعني لون. all the triangles او كل المثلثات، red يعني باللون الاحمر. يبقى احنا هنلون السيركلز او الدوائر with blue يعني باللون الازرق. فهنروح على السيركلز كلها ونلونها بالبلو او بالازرق. بعد كده هنروح على السكويرز او المربعات، وهنلونها باليلو او باللون الاصفر. بعد كده هنروح على الريكتانجلز او المستطيلات، وهنلونها بالجرين او باللون الاخضر. واخر حاجة هنروح على التراينجلز او المثلثات، وهنلونها with red او باللون الاحمر. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 8 او صفحة رقم 8، وعنوانها make a shape يعني اصنع شكل هندسي. make يعني اصنع، و shape يعني شكل هندسي. وبيقول لنا هنا اصحابي في الدايركشنز او في التعليمات، draw يعني ارسم، a shape شكل هندسي، use your favorite color واستخدم، use يعني استخدم، your favorite color اللون المفضل بتاعك وانت بترسمه.
فاحنا هنا هنرسم يا اصحابي شكل من الاشكال الهندسية اللي احنا لسه كنا بنقولها من شوية، ونفكركم بيها مرة كمان. حد يقدر يقولي تريانجل يعني ايه؟ تريانجل يعني مثلث. شاطرين، تريانجل يعني مثلث. ممكن نرسم ايه كمان؟ ريكتانجل. ريكتانجل يعني مستطيل. شاطرين، مستطيل يعني ريكتانجل. ايه كمان؟ سيركل. سيركل يعني دائرة. سيركل يعني دائرة. ايه كمان؟ سكوير. سكوير يعني مربع. سكوير يعني مربع. شاطرين. وممكن نستخدم يا اصحابي الفيفوريت كولر او اللون المفضل بتاعنا. ممكن يكون الفيفوريت كولر ده لون من الالوان اللي احنا لسه كنا واخدينها من شوية. ممكن يكون ريد. ريد يعني احمر. ممكن يكون جرين. جرين يعني اخضر. ممكن يكون يلو. يلو يعني اصفر. وممكن كمان يكون بلو. بلو يعني ازرق. فاحنا ممكن نرسم اي شكل من الاشكال الهندسية دي with our favorite color او باللون المفضل بتاعنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9، وعنوانها my favorite toy. احنا عرفنا قبل كده يعني ايه favorite. favorite يعني مفضل، الحاجة اللي انا بفضلها. toy. toy يعني لعبة، اللعبة المفضلة بتاعتي. my favorite toy يعني لعبتي المفضلة. وهنا بيقول لنا في الدايركشنز او في التعليمات use shapes. use shapes استخدم الاشكال الهندسية to draw، لترسم your favorite toy. your favorite toy لعبتك المفضلة. فاحنا ممكن نرسم لعبة المفضلة بتاعتنا with shapes او بالاشكال الهندسية. فكل واحد ممكن يقعد يجمع الشيبس او الاشكال الهندسية مع بعضها لحد ما يرسم التوي او اللعبة المفضلة بتاعته زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 10 او صفحة رقم 10، وعنوانها my friend. my friend يعني صديقي. friend يعني صديق، وماي يعني ملكي او ليا. my friend يعني صديقي. and و I وأنا are similar متشابهين. يبقى صديقي وأنا متشابهين، أو أنا وصديقي متشابهين. فأنا بيكلمنا على التشابه وإزاي إحنا وأصحابنا ممكن نكون متشابهين. وبيقول لنا في الدايركشنز بتاعة البيج دي draw يعني ارسم a picture صورة of a friend لصديق من أصدقائك. show وضح how you are similar ازاي انتوا متشابهين. انتوا متشابهين في ايه؟ طبعا هتحط اوجه التشابه او الحاجات اللي انتوا متشابهين فيها في الصورة دي. وطبعا هنا مفيش برضو اجابة نموذجية. ممكن كل واحد يرسم صديقه او الفريند بتاعه بالشكل اللي هو حبه. المهم يا اصحابي ان احنا نوضح قد ايه احنا وصديقنا ده متشابهين، ونوضح الحاجات اللي احنا متشابهين فيها في الصورة اللي احنا هنرسمها دي. يعني مثلا لو انا وصديقي ده بنلبس نظارة، يبقى هنرسم الصورة او البيكيتشر اللي احنا هنرسمها هنرسم لها نظارة. لو مثلا احنا الاثنين شعرنا طويل شوية، يبقى هنرسم في البيكيتشر او الصورة اللي احنا هنرسمها دي شعرها طويل شوية. لو احنا الاثنين مثلا بنحب نلبس لون معين او شكل معين من الهدوم، تيشيرت معين، هنرسم في البيكيتشر او في الصورة دي الهدوم دي او اللون ده او التيشيرت ده مثلا. فاي حاجة ممكن نكون متشابهين فيها احنا والفريند بتاعنا او with our friend، هنوضح الحاجة اللي احنا متشابهين فيها دي في الصورة اللي احنا هنرسمها هنا. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 11 او صفحة رقم 11، وعنوانها my hand shape يعني الشكل الهندسي بتاع ايدي. واحنا في الدرس اللي فات يا اصحابي، ده كان اول درس واحنا بنشرح منهج ديسكوفر،
قلت لكم ان في حاجة اسمها اشكال هندسية او shapes، والاشكال الهندسية دي موجودة في كل حاجة حوالينا، حتى ايدنا ليها شكل هندسي او اسمها الهاند شيب. لو انت حطيت ايدك على ورقة ومشيت حوالين ايدك بالقلم الرصاص او بالقلم الجاف، وبعدين وشلت ايدك من على الورقة، هتلاقي كأنك رسمت ايدك على الورقة دي، وحجم ايدك بالظبط موجود على الورقة كأنك رسمتها وهي موجودة على الورقة. ده يا اصحابي اسمه الهاند شيب، الهاند شيب او الشكل الهندسي بتاع الايد. فهنا بيقول لنا my hand shape او الشكل الهندسي بتاع ايدي، ايدي حجمها قد ايه وشكلها ايه. وهنا بيقول لنا في الدايركشنز او في التعليمات بتاعت البيج دي بيقول لنا trace، trace يعني تتبع، يعني امشي بالقلم الرصاص your hand، your hand حوالين ايدك. فانت هتحط ايدك على البيج دي وتمشي حواليها بالقلم الرصاص، او هتعمل تريسنج، هتتتبع ايدك وهتمشي حواليها بالقلم الرصاص، وبكده تكون رسمت الهاند شيب او الشكل الهندسي بتاع ايدك على الصفحة دي، وعرفت يعني ايه الهاند شيب او يعني ايه الشكل الهندسي بتاع اليد. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي، ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحة رقم 12، وعنوانها My Geometric Self Portrait. My Geometric Self Portrait او صورتي الشخصية المرسومة، الصورة الشخصية بتاعتي المرسومة. Directions بيقول لنا او في التعليمات بتاعت البيج دي بيقول لنا Draw Person A Self Portrait. A Self Portrait يعني صورة او لوحة شخصية ليك. Using مستخدما the shapes الاشكال الهندسية. You know يعني انت تعرفها. know يعني يعرف. احنا تعلمنا طبعا في الصفحات اللي فاتت من الشابتر ده او من الفصل ده الشيبس او الاشكال الهندسية، عرفنا يعني ايه سيركل او يعني ايه دايرة، عرفنا يعني ايه سكوير او يعني ايه مربع، عرفنا يعني ايه ريكتانجل او يعني ايه مستطيل، وعرفنا كمان يعني ايه تراينجل، وعرفنا يعني ايه تراينجل او يعني ايه مثلث. فهنا بيقول لك ارسم صورة لنفسك او سيلف بورتريت، صورة مرسومة لنفسك، مستخدم او يوزنج the shapes الاشكال الهندسية. You know اللي انت عارفها. فترسم طبعا صورة جميلة لنفسك. هنا طبعا رأسك هتبقى شبه الدايرة شوية، طبعا هترسم رقبتك او your neck، بعدين كتافك، وبعدين كل واحد فينا ليه شكله اللي هو شايفه في خياله. هترسم شكلك، وطبعا بعد كده تكون انهيت الصورة الجميلة بتاعتك، وهتكتب تحت الصورة دي هنا كتب لنا my name. name يعني اسم طبعا. my name اسمي is هو. هتكتب اسمك هنا تحت الصورة اللي انت رسمتها دي. وبكده تكون انهينا الشرح بتاع البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي، ونوصل لبيج 13 او صفحة 13، وعنوانها My Favorite Things يعني اشيائي المفضلة. Things يعني اشياء، الحاجات اللي احنا بنفضلها، زي ما احنا عرفنا قبل كده يعني ايه favorite يعني مفضل، الحاجة اللي انا بفضلها عن غيرها. فmy favorite things الاشياء المفضلة بتاعتي. وهنا في الدايركشنز او في التعليمات بتاعت البيج دي بيقول لنا draw يعني ارسم، and the color ولون، four اربع of your favorite things اربعة من اشيائك المفضلة، use the shapes you know استخدم الاشكال الهندسية اللي انت عارفها. فهترسم هنا اربع حاجات انت بتفضلها، مستخدم الاشكال الهندسية او using the shapes you know، مستخدم الاشكال الهندسية اللي انت عارفها. فممكن هنا اصحابي مثلا نرسم في البوكس الاولاني او في الصندوق الاولاني ده مثلا لعبة احنا بنحبها، زي مثلا البول او الكرة، والبول طبعا على شكل السيركل زي ما احنا عارفين كلنا. فنرسم هنا مثلا الكورة او البول، وهنكتب هنا تحت منها زبول او ماي بول الكورة بتاعتي.
زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في البوكس التاني او الصندوق التاني ممكن نرسم ايه؟ ممكن نرسم مثلا نوع من انواع الفروتس اللي احنا بنحبها واحنا بنحب ناكلها. مثلا ممكن نرسم ايه؟ جرابس. الجرابس او العنب. الجرابس او العنب، فهنرسم هنا عنقود عنب. وطبعا الجرابس زي ما احنا عارفين العنب في دوائر صغيرة او small circles، لان هو العنبة بتبقى مدورة شوية. وهنكتب هنا تحت منها my favorite fruit او فاكهتي المفضلة، او ممكن نكتب على طول grapes او عنب. ممكن كمان نرسم هنا في البوكس التالت ده my favorite vegetable او الخضار المفضل بتاعي. الخضار المفضل بتاعي ممكن يكون مثلا زي ايه؟ tomato. التوميتو، شاطر. التوميتو او الطماطم، وهي مدورة شوية برضو. هنرسم هنا حبة من حبات الطماطم وهي مدورة شوية، وهنكتب هنا تحت منها my favorite vegetable، او ممكن نكتب على طول توميتو زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر بوكس مثلا يا اصحابي ممكن نرسم فيه العجلة بتاعتنا او البايسكل بتاعتنا، وهي طبعا بيبقى فيها العجل اللي هو على شكل سيركلز زي ما احنا شايفين قدامنا، بيبقى ليها الهيكل بتاعها. ممكن حد تاني يرسم مثلا التابلت او الـ 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 الموبايل او السيلفون او الموبايل اللي هو بيستخدمه بتاع بابا وماما اللي بيلعب عليه مثلا. ممكن حد تاني يرسم مثلا الفيفوريت فود او الطعام المفضل هنا. فكل واحد ممكن يرسم الحاجة المفضلة بتاعته. فكل واحد فينا عنده حاجات مفضلة او فيفوريت سينكس خاصة بيه، المهم ان احنا نعرف نرسمها ويكون شكلها جميل على قد ما نقدر. مش لازم تكون جميلة جدا، المهم ان احنا نرسمها بشكل حلو هنا اهوت، ونكتب نحاول نكتب اسمها تحت الصورة. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي، وانهينا معاها شرح شابتر 1 او الفصل الاول جيومتريك سيلف بورتريت او الصورة الشخصية بتاعتي طبعا. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس او الروابط بتاعتها في صندوق الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وبالنسبة لقوائم التشغيل الخاصة بدروس القناة الترم الاول والترم التاني، انا سايبها لكم كمان في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، لو حابين ترجعوا لاي درس تقدروا توصلوا له بسهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.